بياعين الحكومه بتاعت المترو بيمشوا اللي بيمشوا البياعين ما بيخلوهمش يوقفوا المحطه. كلهم اطلعوا فوق. وطلبوا ان هم عاوزينك شاك يبقوا فيها. عاوزينك شاك حاجه يشتغلوا. اغلبيتهم كلهم معاهم شهايد. يعني اغلبيتهم كلهم البياعين دي كلهم معاهم شهايد. يعني مش بلطجيه ولا اي حاجه. دول اقل واحد فيه معاه شهاده. عايزين اي شغل يشتغل فيه. محدش لاقى وظايف ومفيش شغل اساسا. لو في شغل ما كانوش هيبيعوا ولا هيشتروا. طب مكان مفيش مكان تاني غير لا في هو في المكانات التانيه مفيش مكانات تانيه غير في الشوارع العموميه والشوارع العموميه ما تخليش حد يقف. الحكومه برضه ما تخليش حد يقف في الشوارع العموميه. تبقى كل الناس واقفه فين؟ كل الناس واقفه ايه؟ دول بقالوا كام سنه هنا حضرتك؟ دول بقى بس دول ثابتين هم بقى اكتر من ساعه الثوره ما قامت هم موجودين. يعني الموضوع ده هم دلوقتي طلعوا الناس بره. مطلعينهم بره عشان ما حدش يقفش. مش عايزين ناكل عيش.